السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، ولا تتسرعوا بحكمكم على المقطع من البداية. شاهد المقطع لنهايته لكي تحكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تصور عزيزي المستمع والمستمعة أن تكون حياتك كلها على سرير في مشفى أكثر من 500 جهاز معقم 12. بطل قصتنا شاب أجنبي وعندما كان 12 عاما نتيجة انزلاقه في البحر وهو يسبح واصطدام رأسه بإحدى الصخور على الشاطئ سببت له شلل وغيبوبة تامة عن الواقع. كان الولد الثاني في الأسرة، الأسرة كلها عبارة عن أب وأم وفتاة شابان أحدهما أكبر من الآخر. كان هذا الشاب هو الصغير. امتنعت أمه في أول حياته عن الاقتناع بأن ولدها يعتبر متوفي سريريا لأنه دخل في غيبوبة وهو لا يشعر بما هو حوله. بقي في المستشفى لمدة 7 سنوات على الأجهزة، وبعد ذلك استنفذت الأسرة كامل ما لديها من كما يقولون التأمين الصحي وما لديها من المال لتدفع مصاريف المستشفى، وانتهى بهم الأمر إلى إخراج ذلك الشاب الذي على قيد الحياة ولكنه لا يتحرك لا يتكلم ونائم طوال الوقت. أخرجوه إلى المنزل وبدأت الأم تعتني به، تقلبه تستطيع أن تمسح جسده ودائما ألمه أن تشريات والفيتامينات لكي يبقى على قيد الحياة، وكان يكبر مثله مثل أي إنسان آخر. أصبح شابا لديه ساقان طويلان وقد كبر فيه كل شيء تماما كأي إنسان، وأصبح لديه لحية وكانت تقص له شعره بشكل خفيف تماما وكأنه على قيد الحياة، لكنه لا يتحرك لا يتكلم لا يفتح عيناه ولا يتفاعل مع من هم حوله أبدا أبدا. كبر الشاب وكبرت أمه بالعمر، جده يتضايق منه كثيرا دائما سيموت وأرتاح منه. في البيت الأم تصرخ فيه لأنه سيستيقظ في يوم من الأيام، وكانت تنفذ قد فيها. ولكن في نهاية الأمر تعب الزوج من زوجته ومن ابنه وترك المنزل وبدأ حياة جديدة مع امرأة أخرى في مكان ذاته. مع الوقت بدأت تلك المرأة تحس بالألم تحس بالضعف، بدأت تلقي باللوم على ولدها بسبب ترك زوجها له لأنه أحد يساعدها، وكان ابنها الكبير قد تزوج وأصبحت لديه أسرة وهي تعيش في هذا المنزل وحدها مع هذا الأشياء والأوبا فيتامينات تلك الأشياء التي يأخذها الشخص الذي في الغيبوبة. وليها دائما أن تأكد أن الأكسجين على ما يرام وأن قارورة الأكسجين مليئة. كانت تتعب كثيرا حتى أنها في إحدى الليالي عندما بلغ من العمر ما بلغ 12 عاما من الغيبوبة أمسكت يده في ذلك المساء وقالت له بكل حب، ولا تستغرب من كلمتي بكل حب، أرجوك يا ولدي أرجوك أن تموت، أنا لا أستطيع أن أقتلك، لا أستطيع أن أجعل روحك تخرج من جسدك، أريدك أن تموت تعبت، لم يعد باستطاعتي أن أخدمك أن أتقبل هذه الحياة التي أصبحت فيها عبدة عندك، لقد تخلى والدك عني وأخوك لا يزورني إلا بين الفينة والأخرى، تحدثه كأنه مستيقظ تماما وكأنه يفهم عليها ما طبعا. كانت تبكي وقد وضع الشاب على عينيها وبدأت تبكي وتتحسس بتلك اليدين، فإذا بشعر بدأ ذلك الشاب الذي كان ينام منذ 12 عاما يحرك يده، لم يكن مصابا بالشلل، كان فقط مصابا بأوامر ولكن الله على الروح تبث من جديد. شاب استيقظ ونظر إلى أمه وهي مذهولة وتكاد أن تصاب بسكتة قلبية وهي تنظر إلى ولدها الذي يحاول أن يتكلم بصعوبة شديدة شديدة وهو يهاب مني أن أموت. أي أم كانت كالمجنونة، خرجت من الغرفة ثم عادت بعد قليل لتراه فعلا يحرك عينيه ويحاول أن يحرك رقبته باتجاه هنا وهناك لكن بصعوبة بالغة. نعم لقد استيقظ بعد 12 عام من الغيبوبة، استيقظ 12 عام من العذاب من التعب من الإرهاق، وعلى الفور اتصلت بأخيه واتصلت بزوجها واتصلت بالطبيب وجاء طاقم طبي كامل إلى المنزل وبنقل الشاب فور المستشفى وقاموا بإجراء أشعة معينة من نوع خاص ومن كل تلك الأمور الطبية. في نهاية الأمر قال الشاب
بعد شهرين كاملين من الاستيقاظ من الغيبوبة، وبعد أن استعاد صحته بشكل أفضل وبدأ يأكل الطعام بشكل طبيعي، وبدأ أيضا يتحدث عما كان يحسه ويش خلال 12 عاما وهو في الغيبوبة. ما كان صادما إن كان لي أو لك أو للطبيب أو لأبي. قال: أنني مومض العينين لا أستطيع، ولكني كنت أسمع كل كلمة كانت تجريح، وكل فعل كان يجري حولي. كانت تأتي الممرضة لتغذ الحقنة وتعاملني بعنف كنت أحس بها. كان الممرض يقوم بقلبي من الطرف إلى الطرف الآخر وتحسس جسمي بطريقة غير صحيحة، لأن الأشخاص ليس كلهم على السواء، وربما هو قد بطريقة أو بأخرى، لأنه كان شبه ميت ولا أحد. كنت أحس بذلك عندما تأتي إحدى الممرضات لتمارس، لم أن يراها أحد كنت أحس بذلك، ولكن كل ذلك لم يكن يشعرني بالألم بقدر ما شعرت ما ثم تطلب مني أن أموت في ذلك اليوم. أريد الحياة، أنا لم أكن أريد الاستيقاظ، كنت أريد أن أبقى مغمض العينين وأن لا أرى أي أحد منكم، لا تلك الممرضة التي اعتدت علي، ولا ذلك الممرض الذي اعتدى علي، ولا تلك الطبيب الذي كان يتعامل معي بعنف وأنا في غيبوبتي، ولا أبي الذي كان يشتم أمي كلما الغرفة ليقول لها متى يموت ومتى أرتاح منه. بكيت فقط وحزنت فقط لتعب أمي وحزنها ورغبتها مني أن أموت لوحدي لأنها لا تستطيع قتلي. لقد استيقظت لسبب واحد، أريد أن أعلم لماذا يجب أن أموت يا أمي. كانت الأم تصمت وتبكي كثيرا، ولم يكن لديها جواب لدى ابنها لكي تقول له أنها كانت متعبة من خدمته، وقد علمت عن حياة ابنها في 12 عاما ما صدمها وصدم العالم أجمع. نافذة نور لأشخاصين دخلوا في الغيبوبة ربما في يوم من الأيام. يقول ذلك الشاب كان يرفض الحياة بتعرض لإسمعه أثناء غيبوبته، ظن من الأطباء أنه لا يفقه شيء وأنه نائم، والحقيقة أن جسده وإن كان ممدد وإن كان لا يستوعب أي شيء، لكن دماغه كان يسمع ويستوعب ويلتقط كل ما يجري حوله ويسجله. كان بيد الله وحده لا شريك له. بقيت الأم تخدم ولدها وهو يعاني الآن من صعوبة شديدة في المشي نتيجة نومه وكسر عضلاته مدة 12 عاما، لكنها الآن تتفانى بخدمته وتطلب منه المغفرة في كل يوم عن تلك الكلمة التي قالتها أو تمنت له الموت. ندم ندما شديدا أيضا لأنه ترك زوجته وألقى عليها مثل ذلك الحمل الكبير. اتجه نحو حياته وزوجة أخرى وحياة أخرى بعيدا عن ولده المصاب المسكين. انظروا إلى قدرة الله، رحمة الله. هل نحن بيدنا الموت والحياة؟ قد لا ألوم تلك الأم، قد تخلى عنه كله وهي لم تعد قادرة على أن تخدم ولدها، ولكني أرى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن استيقاظ هذا الشاب وحديثه عن أنه كان يفهم كل كلمة ويسمع كل كلمة ويفهم كل تصرف يقام معه وهو في غيبوبته يعطينا أملا جديدا حقيقيا، أننا نستطيع أن نتحدث مع الأشخاص الذين دخلوا في غيبوبة وكأنه دخل في غيبوبة، أن يستيقظ ويعيش حياته وأن يبتعد عن عالم النوم وعن عالم الألم والحزن، بعيدا عن شعور قد لا نفهمه نحن تماما كأولئك الأشخاص الذين يعيشون حولهم ويعلمون تماما بأنهم ماذا فقدوا الحياة وهم ما زالوا على قيد الحياة. برأيكم تلك الكلمة التي قالتها الأم هل هي فعلا سبب استيقاظ ذلك الشاب ورفضه لأن يبقى مغمض العينين؟ هل فعلا كانت هذه الأم قد تقدم على قتل ولدها في حالة يأس؟ ما رأيكم؟ رأيكم هنا كثير. لا تنسوا الاشتراك بالتعليقات في ذلك الأمر، ولا تنسوا بالتأكيد أن تقولوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم فهو القادر على أن يحيي العذاب وغيره. في المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة المقطع مع أصدقائكم لتعم الفائدة. هل تكونوا مشتركين في قناتكم إلى الاشتراك، وإن كنتم مشتركين على تعليقاتكم تهمنا، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد مديرة القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة الإسلام والسلام. جزاكم الله خيرا.